السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، بصحه جيده، اموركم كامله يا ربي تكون مزيانه. ومرحبا بكم في قناه سميره فاميلي. اليوم ان شاء الله وصفتنا خفيفه ظريفه سهله، الصفه ديال الروز سهله البسيطه بلا تفوار. نطيبوه في الطنجره الضغط، كيجي تبارك الله حبه على حبه، كيجي رائع. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، فرجه ممتعه. نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا 500 غرام ديال الرز، يكونوا الحبات ديالو طويله، من الاحسن يكون الرز صفر. عندي اعواد القرفه، شويه الملحه، معلقه كبيره ديال الزبده، ومن طبيعه الحال طنجره الضغط. ندور على بركه الله. غادي نغسل الرز ديالي مزيان ونكملوا بقيه المراحل ان شاء الله. بعد ما غسلت الرز ديالي مزيان، دابا غادي نضيف الزبده معلقه كبيره ديال الزبده، وغنضيف عليها الرز. ونقليوه، نبداو نقليو فيه مزيان مزيان. هاد المرحله هادي راها ضروريه، كيف ما قلت لكم هذا سر من الاسرار باش الرز ديالكم ما كيتعجنش وكيجي مفروق حبه على حبه بحال هكذا مع التحريك المستمر حتى يتقلى مزيان وبحال اللي غيبدا يولي لنا صفر. هاد العمليه هادي كيف ما قلت لكم كتخلي الحبه ديالو كتبقى مفروقه، وفي نفس الوقت هاد التحمر اللي كنحمروه كيعطيه لذه. نكمل انا على هذا الشكل هذا. بعد ما تقلى ليا مزيان الرز، دابا غادي نروي عليه بالنسبه للعبار ديال الماء. بسم الله، الزلافه اللي كتعبروا بها الرز كتعبروا الضعف ديالها ديال الماء. مثلا درتو زلافه ديال الرز جوج زلايف ديال الماء بحال هكذا. نضيف الملحة والقرفة، صافي. نسد عليه 15 دقيقة ويكون إن شاء الله واجد معانا بحال هكذا، صافي. نسد عليه، نحسبوا ليه غير تبدا تصفر عليه الصفار ديال الكوكوط ولا ديال الطنجرة ديال الضغط، غير تبدا تصفر نقصو على نار مهيله كي الشميعه ونخليوه يطيب كيف ما قلت لكم 15 دقيقه، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. ورجعت لكم من جديد بعد ما طاب ليا الرز ديالي، حليت عليه. ولكن قبل ما تحلو خليه واحد 5 ديال الدقائق حتى كترجع فيه النفس، باش اللي كان باقي فيه شي ما ولا شي حاجه يتشرب مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نقدمه معكم. ورجعت لكم من جديد في الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، الصفة ديال الرز المعروفة عند المغاربة أو لا عند الدول العربية بصفة عامة. كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي بنين بزاف، كيجي طايب فتي. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم يا ربي تنال الإعجاب ديالكم، تجربوها وتقدموها لوليداتكم بالصحة والراحة ولا للضيوف ديالكم. أنا زينتو بشوية ديال القرفة وسكر سقي ولا سكر كلاصي، نتوما زينوه باش ما بغيتو. أنا دائما كنورديكم غير الحاجة الساهلة. تعودتوا على القناه ديالي دائما كتبارطاجي معكم كل ما هو سهل وبسيط، يعني ماشي بالضروره باش يكون عندنا الفواكه الجافه باش اننا نزينوا الرز ديالنا الا تشهينا ناكل ولا شي حاجه. شويه ديال القريفه وشويه ديال السكر كلاصي ولا سكر ثقيل كافي الحمد لله باش اننا نوجدوا بحال هاد الاطباق هادو لوليداتنا ولا للعائله ديالنا. بصحتكم وراحتكم مقدما الى جربتوه وشهيتكم طيبه، والى فيديو قادم وشهيوه قادمه ان شاء الله.